السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي. هذا الفيديو هذا بغيت كل شيء بارتاجيه، بغينا بحال هادشي نشوفوه إن شاء الله، بغينا بحال هاد الحويجات ما يوقفوش. بزاف الناس كيتسائلوا علاش غبنا عليكم واحد 3 أيام في الملف ديال القاطيني دور الصفيح. كان عندنا واحد الالتزام مع واحد الناس في واحد المنطقة نائية في جماعة أيت مازيرت دوار إحر وباس. التحضيرات كانت طويله، كانت بزاف ديال الحويجات، كانوا بزاف ديال التحضيرات، والحمد لله هادشي بدا كيخرج الارض للوجود. النسخه رقم 7 من قافله امي في البرد، واللي كتب لها انها تمشي في الاواخر ديال شعبان. وكما كتشوفوا خويا يوسف هنايا، اخويا عبد الحق، تضحيات كبيره وكبيره بزاف. مني شارجينا شدينا الطريق، وحنا في الطريق ديالنا رادين بالنا مع كل كبيره وصغيره. هنا البلاكا عاطيانا الطريق ديال واد زم، وحنا غاديين في الطريق، والاخ عبد الرحيم غادي قدامنا، والكاميو في الخلف ديالنا. هنا كنشوفوا خريبقة بني ملال طريق السيار، وهي اللي غادي نشدوها ان شاء الله باش نوصلوا لبني ملال ونطلعوا ان شاء الله لجماعه ايت مازيرت دوار احر وباس. ظلم علينا الحال في الطريق، وكانت صعوبات كبيره، وحنا كنطلعوا مع واحد الجبل ولات كتبان لينا بني ملال وجميع النواحي ديالها كيبان لنا من الفوق، واحد المنظر اللي هو مرعب. واحد الوقيته غادي نوليو داخلين في الطريق بيست، وغادي نضربوا واحد المسافه طويله. هنا الاخ يوسف وعبد الرحيم كيتمعنوا شنو واقع، والاخ عبد الحق اللهم بارك وحماده كيقلبوا ليها في الكاميو شنو كاين. هنا نور الدين ويوسف وعزيز كيكتشفوا لنا الارضيه وشنو كاين هنا في الجنبات. اللهم بارك، والابتسامه حاضره رغم الظلام. هنا يا يوسف حماده اللهم بارك، الله يسخر الامور. كلشي كيتكبط على البرد، راكم عارفين الاجواء كيفاش كتكون. وفجاه كنلقاو راسنا خاصنا نبلاصيو الكاميو ويدخل من واحد البلاصه اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف باش يقرب لنا الاقرب نقطه فين نحطو الحويجات والمواد الغذائيه والاغطيه والاحذيه. يعني لقينا صعوبات كبيره، والظلام وخدامين غير بالبيلات. اجيو تشوفوا الامور كيفاش دايره، والله يكون في عوان الناس اللي مساكن في المناطق الجبليه. تصوروا الارضيه كتزلق وفي واحد الوضع كارثي، وخاصنا نانستاليو الامور ديالنا بالليل باش في الصباح تكون عمليه التوزيع والتنشيط تكون دايزه على ما يرام. اجيو تشوفوا الخوت كيفاش كيضويو بالبيلات وكيفاش كيقلبوا وكيقلبوا على الحل. اجيو نشوفوا جميع وكملوا معنا الفيديو حتى الاخر. اللي يهبط ما يعاود يرجع. شوف سيري بشويشي قدامك شي وراك. لا عاد وراك. واخيرا وصلنا للفرعيه ديال احر وباس. كتشوفوا الاخ السعداوي وعبد الرحيم والاخ سكوزا والاخ يوسف وعزيز، كلشي حاضر، كلشي كيستعد، كلشي كيوجد راسو باش ان شاء الله التحضيرات تكون على قدم وساق وتكون مضبوطه وتمشي الامور مزيان. الساعه لحدود اللحظه عكس هذاك الضوء على وجهكم، وحده الليل او 12:30 بالضبط. وهنا صوره تذكاريه للاخ يوسف وعزيز. لا تصاوب صراحه كانت اجواء رائعه جدا في جو عائلي. هنا الحويجات عزلناهم في اتجاه، والاغطيه عزلناهم في اتجاه، والحويجات ديال الجبال اللي سخانه هما والكرسي المتحرك والبيموات الوليدات وعاد المواد الغذائيه في الاتجاه الاخر. هنا الجاكيطات كنعزلو الكبار والصغار باش جينا في عمليه التوزيع الامور ميسره. هنا القفاف الحمد لله السكر والزيت والاتاي والباط. هنا دريه دريه اللي غادي تمشي للمسجد هي وبعض الاكفان، وكذلك امور اخرى ان شاء الله. الله يثبت لهم اليوم العمل، الله يجازيهم عنا كل خير. وهنا غيكون عندنا بعض الهدايا. هنا كنشوفوا التقاشر واللي قاد داكشي جديد وزوين، غادي يفرحوا به الوليدات ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان كلشي خدام،
كيصاوم الساشيات كيديروا الزيت كيديروا اتاي كيديروا لي بات كيديروا الحجار باش الامور غدا بنهار تكون ميسره في التوزيع. والله يسخر الامور يا رب، والله يسخر الامور. وغادي تكملوا معنا الفيديو حتى الاخر، كاين مفاجات وكاين حويجات زوينه، وتشوفوا القافله كيفاش مشات. الاخ السعداوي خدام اللهم بارك على الجاكيطه، وكيفيريفي بنفس الوقت لا قدر الله يكون شي غلط، وهذا تعزل الامور. هنا كتشوفوا الارضيه باش الارقام كتكون مضبوطه، لانه لا مجال للخطا. اخ يوسف والاخ عزيز وراقبونا عن كاتب، كذلك الاخ سكوزا. الاخ سكوزا في الوقيته اللي التحضيرات كاينه هنا، كاينه التحضيرات برا كيبريباريو لي كونفلابل باش الامور تكون مزيان. وهذا عبد الربي هنايا كيشوف الامور كيفاش دايره، وكنراقبوا كل كبيره وصغيره، واي ملاحظه كنحاولوا نقادوها، وهذا باش الامور تمشي مزيان. غادي نوجدوا هادشي لغدا، وغادي نسدوا البيبان، وغادي نضربوا واحد المسافه طويله كتسنانا في الجبال باش غنمشيو للبلاصه فين غادي نباتوا. وكنشكروا الناس ديال المنطقه على حسن الضيافه وحسن الاستقبال، جزاهم الله عنا كل خير. اجيو تشوفوا دابا عاد غيبدا المعقول. هذا الفرتيني ما شفتش يطيح. حضرت لك ياك، حضرت لك يا يوسف، حضرت لك هادشي طاح. لا لا هذاك الشيء ميسر الله من بعد. بلاش بلاش بلاش، عطيني المساحة، عطيني المسافة، عطيني المسافة. عاد الدور لي في البوكس ورجع شوية. بسم الله بسم الله بسم الله يسر الله. عمر عمر بحال الله يسر. اش هو هذا؟ وكل مره خرج عندنا شي حاجه من قال لك جيب الكاطكات. انا كنت قلت لكم كوم مسكينه كون قتلتها. عمر خوتي كما شفتوا هنايا كاينه واحد الطريق اللي هي واعره بزاف، وحنا في الطريق لواحد الدار اللي جات في الراس ديال الجبل فين غادي نباتوا. والطريق واعره واعره بزاف، وقلنا نخطفوا الطريق شويه بالطوموبيلات الا لقينا كيفاش ندوزوا مزيان. تضاريس واعره، صعوبات كبيره، ولكن غتجي واحد الوقيته اللي غنكونوا مكرهين لا ابطال اننا غادي نهبطوا نكملوها على رجلينا. علاش؟ كاين الفيراجات، كاين الجرف، كاين الواد، كاين امور لي صعيبه وصعيبه بزاف. تبعتوا معنا الفيديو من الاول وشفتوا الحجر اللي في الطريق، وهذا غنوصلوا واحد البليصه غنلقاو مغيصه وفيها الحجر، وهذا غنضطروا اننا نهبطوا من الطوموبيل باش يبقى فيها الشيفور بوحدو باش تمشي الامور خفيفه كيف ما كنقولوا، ونعبدوا له حنا الطريق ونضويوا له الطريق، لانه كاين ظلام وكاين صعوبات كبيره وكثيره بزاف. الحمد لله على لطف الله، والحمد لله على النعم اللي كنتخبطوا فيها وما حاسينش بها. اجي نكملوا الطريق ديالنا. وما فهمتش صعيبه خيطه، حيت قال لك راه عارف الطريق. صعيبه خيطه، وهذه رجلك هذا رجلك كنلعب مع المجهوله الفرديه ديالها. هو هي عندها سنين طالعه بلا شيء. ونعم اخويا اح الله وبريكول هذا معلم. واش نقول لك اخي؟ تقول وين يتزوم هنا؟ والله غتستغرب بالله، دابا حنا راه في الظلام. راه عنده واحد، راه شي كون بقينا حنا
لا لا متقلين عليهم اصلا حنايا في الطريق هذه ما خصهاش الطوموبيل فيها الشيفور وشي واحد كاع معاه. لا هو ديال عبد الرحيم راه حاضره بزاف. بطاح. وشنو الارض ها الارض راه باقي فازقه مغيسه. مغيسه. الله الله يا ربي الله. وكاين عاد الظلام الله يسر نمشيو نكملو مع الخوت الطريق. باقي اخويا الشعبي باقي باقي الضو غادي الله ايوا الحمد لله على النعم اخويا اللي حنا غاطسين فيها الحمد لله. شعبي شكو زعما نزلش وتا هو الوازن 100 وزياده خصني ننزل اصاحبي لا خصني ننزل هما تقال هما تقال بجوج لا غنمشي مع الطريق حتى سير مع الطريق اش بدا السعداوي اش بدا غتلقى فيراجات القدام هما حافظين الطريق ناس المنطقه راهم حافظين الطريق الطوموبيله غتمشي مع الطريق وحنا حيت ما عارفينش غنتبعوا طريق الطوموبيل لا 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 الشكلاط لا اله الا الله عزيز عندك لا سير اصاحبي كيبان لنا كيبان انتم دابا اللي ما داخلش فين كاين اجي ادخل وسطنا هو اللي ما داخلش اجي زيد 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 قدام زيد قرب احسن زيد حماده القدام كون صبات الشتا والله لا طلعنا ولا صبات ملي كنتي ما غاتهبطش ماشي مشكل بعدا راه وصلنا هذا هو اللي كاين المهم هو الميساج وصل هو الخير صعيب صعيب اخويا لا مازال عبدو راك باقي غتهبط حتى جيت الواد عطلع عندهم الفوق كاين الفيراج هبط لتحت السعداوي اجي من هنا السعداوي اجي اخويا اللي غادي لهاد الجهه وخلي هذاك سير السعداوي واش انت باغي دينا لهي ولا حنا طالعين هنا حنا غادي هنا وانت باغي تمشي لهي عندك اخويا الشعبي هذا مالو حنا غنطلعو هنا وغادي دينا لهي شم ريحه كوري في هاد اللحظات وصلنا تقريبا للراس ديال الجبل فين حنا غادي نباتو والاخوان هما وصلوا قدامنا ودابا غادي ندخلو باش نرتاحو شويه كنظن وصلت الوحده ديال الليل ولا الجوج غادي نرتاحو دابا باش غدا ان شاء الله نوجدو راسنا للعمل للتوزيع للتنشيط ديال الوليدات وبزاف ديال الحويجات وكيف ما كتشوفوا الناس استقبلونا احسن استقبال ودخلنا للدار وفتحوا لينا الباب وهنا اللي بغى ينوض يتوضا ويصلي اللي بغى ينوض يقاد حويجاته كل واحد وشنو وسط اجواء رائعه جدا واكتشاف المنطقه وكما كتشوفوا السعداوي باقي مصدوم السعداوي راه عاجبو الحال اللهم بارك يوسف والتراث وداكشي التقليدي عجباتو الزربيه اللهم بارك
واجي نشوف واحد الوقيته قلبناها ضحك وعبد الرحيم ما بغاش يسكت لينا. ما جبتش الفلفل طلع لي شي جلفه ديال كوكب غير حمار. شنو وقع عبد الرحيم؟ والله يخرج الضحك على خير ونطلب الله تمشي الامور مزيان يا ربي. اجواء رائعه صراحه. الخوت كاملين اللي حضروا معنا كانوا حاضرين بواحد الحس ديال المسؤوليه، واحد الطاقه اللي هي كبيره باغيين يفرغوها، باغيين يفرحوا هاد الناس، باغيين يديروا بزاف د الحويجات اللي هي ايجابيه. عبد الرحيم حلف لسكت من الضحك. واش نقول لكم يوسف حتى هو مشكله. واش نقول لكم؟ الحمد لله الحمد لله، كانت اجواء رائعه وبغينا نشاركوا معكم هذه الاجواء هذه، لان صراحه الهدف من هذا الفيديو هو ان بغينا بحال الحملات التحسيسيه الخيريه بغينا تكون في جميع الاحياء بالمدن اتجاه المناطق النائيه، علاش لا؟ من بعد هذا الشيء كامل جات الوقيته اللي خاصنا نرتاحوا فيها شويه. الاخ سكوزا سولنا شنو كدير، قال خويا ايوب كنوجدوا الغدا ان شاء الله باش نفرحوا هاد الوليدات وننشطوهم. عبد الرحيم قال لك بلا ما تفيقوني غدا. با الشعبي اللهم بارك، غادي نرتاحوا شويه باش نفيقوا غدا. يلا خوتي حتى الغدا في الصباح. السبعه لا السبعه ماشي تسير الله تسير الله. صباح الخير عليكم. بعد ما نعسنا وفقنا وبالنا كله مشطون مع القافله، كيفاش غادي تدوز والتوزيع كيفاش غيكون؟ انا والاخ يوسف صبحنا شويه بكري وشادين الطريق على رجلينا، ديك الطريق اللي شدينا بالليل هبطنا بنهار، ولله الحمد اين فوا وصلنا باشرنا في الاشغال. وكما غادي تشوفوا ما كاين غير الدق والسكات، وغادي نواكبوا معكم كل حاجه ونوصفوا لكم شنو كاين. كي وصلنا بدا الاخ عبد الرحيم كيتكلف بهذوك الملصقات، وداك الزواق ديال القسم، داك الزواق اللي كيعطي واحد الجماليه للقسم. حطينا الكفاف، حطينا الامور في الجناب، وخدينا لاليز ديال المستفيدين، وبدينا كندخلوا واحد بواحد بوليداتهم كياخذوا المسائل ديالهم، كيتقضى الغرض، الله يسخر الامور. وصراحه كنبغيو نبينوا لدوك الناس اللي ساهموا بالسبرديله واخا مستعمله، راه كاين المسكين اللي كيلبس غير صنداله ديال الميكا، وربما حتى ديك صنداله الميكا كتكون مقطعه. مني كتجي ديك السبرديله اقسم بالله العلي العظيم الا واحد الفرحه لا توصف، واحد الفرحه اقسم بالله الا التبوريشه. هانتوما خوتي الامانه ديالكم ها هي وصلات، وكنبغي نقول لكم الهدف من هذا الفيديو من هذه اللقطات هو انه يزيد ينتشر الخير عكس ما كينتشر غير الفضائح والخوى الخاوي. كنبغي نقول لكم الخير راه باقي مستمر، وهنا كنشوفوا الاجواء كيفاش دايره في التوزيع، وكنشوفوا الاخوان انا عزيز وزكريا كيتواصلوا مع الناس، والاجواء ها هي غادا الحمد لله مزيان. في الوقيته اللي كاينه عمليه التوزيع في نفس الوقت كاين التنشيط ديال الاخ سكوزا واللي سالا واحد الوقيته ودخل عندنا الله يجازيه بخير. عزيز هنا عيا عيا ديال بصح وسكوزا، شكرا بزاف انت والفضائيين اللي كانوا معاك، الله يجازيك عنا كل خير. كما كتشوفوا هنا برا قلت لكم كاين التوزيع وكاين اللي قوم فلابل برا هنا، وكاين تنشيط ومسابقات وداك الشيء واعر بزاف. سالينا واحد الوقيته. وشنو بالك في القافله ديال احروباس؟ الحمد لله وبحمد الله الان تنتهي عمليه قافله ام البلاد نسختها السابعه. شكرا للناس في هذه المنطقه، شكرا للناس اللي كانوا ساهرين على هذه القافله الانجاح، شكرا للناس اللي كانوا عندهم بصمه بالمساهمه ديالهم، شكرا لكل شخص حط يده في هذا الخير هذا. والحمد لله الان مباشره من ازيران من هذه المنطقه هذه، شكرا للناس اللي اطعموا ما ننساوش اللي كرمونا ليله الامس، نشكرهم بزاف ومرحبا بهم ان شاء الله من مدينه تماره. وهذه المنطقه هذه النيته خاصه زياره، خاصه زياره لان الناس تعاني تعانينا. ما ننساوش الشكر كذلك وحمو هذا السيد هذا، مرحبا به في مدينه تماره، وشو هو تيرحب فينا في مدينه ازيلان وفي مدينه بوقران. عدوا الفلوك ان شاء الله غادي يمشي يدير بيه واحد الزياره خفيفه. مرحبا. وما ننساوش الشكر سائق الشاحنه، الله يخليه الله يكثر خيره، انسان انسان متواضع، الانسان اللي ضحى من وقته وضحى من 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 مجهوده وتعامل معنا. بارك الله فيكم، حتى حنا يا اخوان ديالنا تنشكركم، الله يكثر خيركم، الخطوات ديالكم عن نادي الجبل عملت زلال جماعه ايت مازير درتو جدكم، تشفتوا هاد الناس ضعاف وفقراء
الله يكثر خيركم اولادي، الله يكثر خيركم. هذا واجب صراحه، هذا يعني داز الامور مزيان، والناس حتى هما استقبلوا يعني استقبلونا احسن استقبال، والله يجزيهم بخير. مباشرة من إحر وباس إقليم أزيلال، شكرا للجميع. قافلة موفية لبرد النسخة رقم 7 داس في أجواء رائعة الحمد لله والشكر لله. خويا عبد الحق لا يخطي علينا، وخويا محمد الحوض اللي صراحة الله يحفظك خويا، الله يسهل عليك. شوفوا رغم صعوبة التضاريس وبزاف ديال الحويجات الحمد لله، وحنا غاديين إن شاء الله. كما كتشوفوا الحمد لله والشكر لله، كل شيء مشى فرحان، كل شيء مشى سعيد، كل شيء الحمد لله استفد في هذه الايام الكبيره عند الله. حنا في هذه الايام المباركه ديال شعبان كنقول لخوتي المغاربه كاع اللي ساهموا معنا بالقليل ولا بالكثير، تحدينا التضاريس والصعاب والجبال والتلال باش نفرحوا دوك الناس اللي كيتواجدوا في جبال الاطلس. اخويا انا قطعها الحمد لله، الامور راه غاده. عرفتي الفرحه ديال ديك الناس مساكن اللي جينا رشطناهم اليوم؟ يا سلام والله القسم، عرفتي شاد الناس هاد المساكن قسم اللي تكون واحد المواكبه اجتماعيه، خاصها تكون واحد المواكبه انسانيه لهاد الفئه هادي. انا ما محتاجش غير الماكله، انا محتاج الانسان تكون عنده واحد التاطير بزاف ديال الحوايج. الناس راه باقيين عايشين في الحجر، العصر الحجاري. لا لا الحمد لله، الحمد لله كما شفتوا داس اجواء رائعه. الحمد لله دابا الكاميو غيوقف هنا حيت ما خصوش يمشي لشي بلاصه اخرى، لانه صعيب عليه واحد البلاصه باش يمشي ليها. شنقول لكم الله يدير شي تاويل، الحمد لله الامور دازت سالمه. الشباب راه مالور تما، الاخوان كيستعدوا ان شاء الله للعوده. بعد ما سالينا شدونا الناس ديال المنطقه قالك والله ما تمشيو حتى تغداو، واش غنقول لكم؟ وضربنا واحد المسافه عاوتاني، والله العظيم طلعنا مع الجبل وهبطنا وطلعنا وهبطنا وطلعنا عاد وصلنا. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ من بعد ما وصلنا ضربنا المعزين عام سيدي، وحنا في الطريق كنتواصل مع سي حمو، وحنا في الطريق مسكين كيعاود ليا الظروف والجفاف والناس فرحانين بهذ الاجواء هذه. وكنبغي نقول لكم في الختام كنشكر كل واحد، كل واحد ولو غير بدعوه خير دعا معانا هذه القافله الخيريه النسخه رقم 7. شكرا لكم اخوتي كاملين، الله يجازيكم بخير. حنا وليدات فرحه دار ما درنا والو، حنا راه كنا غير سبب بسيط باش قدرنا نوصلوا هذه الامانه هذه لما ليها. وهذه رساله لجميع المغاربه في جميع بقاع العالم، اللي قدروا الله على شي حاجه من الخير يديرها، لاننا ما غنديو معنا حتى شي حاجه من الدنيا. والله يتقبل من الجميع، الله مبارك وشكرا يا ربي. والناس كانوا عايشين هنا على شويه ديال الفلاحه، وهذا الشتا كانت ناقصه شويه. انت الله يعاونك استاذ خالد، الحمد لله وشاكرين الله بطبيعه الحال. والله يتقبل من الجميع، الله يتقبل من الجميع. ما بغيتش نذكر كل واحد بسميته، بغيت ندير الصفه ديال الجمع، بغيت ندير الجمع. الله يرحم ليكم الوالدين كاملين، وهاد الايام الكبيره عند الله. الناس هنا راه غير الحجر والتراب، الله يدير لي فيها الخير. مع باش ما ننسى حتى شي واحد، والله يجعلها في ميزان حسناتكم كاملين. موعدونا في القافله القادمه ان شاء الله، واللي غتكون النسخه رقم 8، واللي غنستهدفوا فيها منطقه نائيه ان شاء الله، ونحاولوا نرسموا البسمه على دوك الناس وعلى قلوبهم ان شاء الله. الى هنا متتبعينا الكرام كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. كان معكم اخوكم ايوب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.